يحتفظ متحف مدينة جيما الإثيوبية بنحو 1000 قطعة أثرية تعود إلى أكثر من 120 عاماً، فضلاً عن آثار متنوعة محلية وإسلامية وعالمية لكل إنسان مر على المنطقة من هنود وعرب وفرس. مدينة جيما تحمل عبق التاريخ الإسلامي، يتوسطها المتحف الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تروي عصر الذهبي لمنطقة جيما. وإن كان التاريخ الرسمي لميلاد المتحف بدأ في العام 1980 في عهد نظام منغستو هايلي مريم، فإن عالم الآثار والمتحدث باسم المتحف نجيب رايا يرجع بدايته إلى عام 1974، أي قبل 49 عاماً. وكان افتتاحه الذي شارك فيه الإمبراطور هايلي سيلالي وملكة هولندا وقتها جوليان لفت انتباه قائد البلاد إلى التراث وأهميته في تلك المنطقة. المتحف يعد اليوم أحد أهم معالم منطقة جيما في الجذب السياحي لما يحويه من آثار غنية تعبر عن تاريخ المنطقة وامتدادها التاريخي والحضاري، ويضم أكثر من 2000 قطعة أثرية من مصر والسعودية وزنجبار وغيرها تعود إلى 120 سنة. تحتل مدينة جيما المدينة العريقة مكانة تاريخية، ليس لكونها مهداً للبن الأثيوبي في أكبر أقاليم البلاد مساحة وتعداداً، وإنما أيضاً كإحدى معالم الحضارة الإسلامية في البلاد، مواقعها التاريخية ووجهتها السياحية على المستويين العالمي والمحلي.